السلام عليكم الدراري. اخيرا سعودي نتورك ماركت بليس تلونسات دومين ماركت دوت سعودي دوت نتورك. في هذه المنصه اي واحد عنده شي ستوك معانا ما تباعش ليه ما بقاش كيتباع ليه ما قادر يبيعه يقدر يعرضوا عنا على بزاف ديال السيلرز سواء اللي معانا سواء اللي ما معاناش اللي يقدروا يشريوه عنده ويبيعوه الى هما قدروا يديروا ليه الماركتينغ. وايضا الناس اللي بغاو يشوفوا برودويات اللي كاينين مابغاش يتسنى يجيب من لاشين مابغاش يتسنى حتى ستوك يوصلو يقدر يدخل الماركت بليس هنا ويشوف المنتج اللي بغاه بالثمن اللي باش معروض ويشريه وكل شيء كيولي مسدفت. سيروا كاملين تسجلوا في ماركت دوت سو دي دوت ورك وغتلقاو بزاف ديال البرودويات. وحنا يوم عن يوم على يوم كنزيدوا في البرودويات وكنزيدوا في بزاف ديال الحوايج. شكرا لكم استفدوا من الناس اللي عندهم سلعه بغاو يحطوها في الماركت بليس. ما عليك انك تتواصل مع الاكونت مانجر ديالك غيطلب منك مجموعه من الانفورماسيون والى قبلتي بهم غادي يحط البرودوي ديالك في الماركت بليس. بالنسبه للناس اللي بغاو يشريوا المنتجات فقط غتدخل market.cod.network غتسجل الاكونت ديالك وغادي تمشي تشوف البرودويات واي برودوي مثلا هذا عجبك ما عليك الا انك سيفت ميساج هنا الى شتي البرودوي لي زانفورماسيون ديالو الكونتيتي الدوله فين كاين والمنتج بشحال كيتباع او شحال طلب فيه مولاه ودير هنا وعفوا سيفت ميساج والتيم ديالنا غيتواصل. السلام عليكم الدراري والبنات مره اخرى. كما شفتوا في السطوريات اللي قبل السيرفيس ديال سي او دي نيتورك ماركت بليس اوفيسيل كونسات. علاش دارت نقول لكم علاش دارت لان بزاف ديال الناس سيرتو مبتدئين كيجي كيشري شي ستوك في الاخر يا ما كيتسدوا ليه الاد اكاونت يا ما قدرش يدير ماركتينغ ما عندوش قدرات انه يدير الماركتينغ بشكل صحيح باش يبيع البرودوي ديالو. وهذا المنتج في 80% 90% ديال الحالات كيكون باقي المنتج خدام غير هو ما كيعرفش يسوق ليه او هو ما عندوش امكانيه انه يسوق ليه. وكاينين بزاف ديال الناس كيكونتاكتيونا يوميا كيقول لك واش عندكم شي برودويات اللي نقدر نخدم عليهم راه انا واعر في الادز راه ما فيا اللي يتسنى الى اخره. درنا هذا البلاتفورم باش نربطوا ما بين هاد الناس وهاد الناس حتى شي واحد باقي ما يضيعش في شي ستوك الا شراه خذ بما جبتيه ما قدرتيش تبيعو لظروف معينه كتحطو في الماركت بليس عندنا. حتى بالنسبه للناس اللي جداد والناس اللي يلاه بغاو يخدموا سيرتو دابا تلاقيتو مع العطله الصينيه هذه فرصه غتدخل الماركت بليس فيها بزاف ديال البرودويات اللي باقي خدامين. كون على يقين جميع البرودويات خدامين غير خصك تكون واعر في الادز غتشوف البرودوي غتيستيه الا خدم لك غتشري فيه الكونتيتي اللي بغيتي تشري 5 الحبات 10 الحبات باش ما عمرك تطيع. شري على شويه بشويه ما كاينش اللي زربك وما كاينش اللي غيقول لك لا شري فيها الكونتيتي كامله. كاين برودوي فيهم 100 حبه كاين برودوي فيهم 1000 حبه كاين برودوي فيهم 60 انت حر. اهم شيء غتشوف البرودوي تيستيه قول لنا شحال بغيتي فيه و شري ستوك ديالك وخدم به بلا ما تسنى ستوك يوصل ولا ما تسنى العطله الصينيه تسالى. هذا الشيء واحد من بين الحلول اللي غنقدموا لكم وداك الشيء اللي جاي بزاف الدراري وداك الشيء اللي جاي غادي نافونسيو وغنطلعوا في النيفو. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.